في فيديو النهاردة هنلخص واحد من أقوى مسلسلات الغموض والخيال العلمي واللي اسمه أوتر رينج. بيتكلم مسلسلنا عن حفرة سودة غريبة واللي ظهرت في مزرعة عيلة اسمها أبوت، ومن بعد ظهور الحفرة بتتقلب حياة العيلة دي تماما. وعلشان تعرفوا أكتر عن عيلة أبوت وإيه سبب ظهور الحفرة الغريبة دي خليكوا معانا. بيبدأ المسلسل مع شخص اسمه رويال وهو بيجري في مزرعته وبيكون شايل جثة شخص لسه ما نعرفش هو مين، وفجأة بيقف رويال قدام حفرة سودة غريبة وبيرمي فيها الجثة. وعلشان نفهم الجثة دي جت منين وإيه اللي حصل بالظبط بنرجع لثلاث أيام قبل الحادثة، وبنشوف رويال الشخص اللي كان شايل الجثة في الحظيرة مع حيواناته. وفجأة رويال بيسمع صوت غريب وعالي جدا جاي من مزرعته، بالتحديد جاي من الجزء الغربي في المزرعة، ومن شدة الصوت ده بيرعب الطيور وبيخليها تسيب المنطقة. وبيسمع الصوت ده برضو جارهم في المزرعة اللي جنبهم واللي اسمه وين، وبيشوف الطيور مرعوبة وبتهرب من الجزء الغربي من مزرعة عيلة أبوت. فبيتصل بعدها على بيت عيلة أبوت وبترد عليه مرات رويال اللي اسمها سيسيليا، وبتستغرب لما بتلاقي وين بيحذرها ان في حاجة هتحصل قريب. وطبعا سيسيليا بتفكره مش في وعيه وبتقفل معاه، وغالبا وين عارف حاجة عن مصدر الصوت بس لسه مش واضح هي ايه بالظبط. وتاني يوم ابن رويال اللي اسمه بيري بيتكلم معاه وبيعرفوا ان الحيوانات بتاعتهم ناقصين اتنين، والغريب ان سور المزرعة كله سليم ومفيش حاجة خرجت برة. فبيروح رويال يصحي ابنه التاني اللي اسمه ريتا علشان يساعدهم، وبتدخل لمزرعتهم وهم بيتكلموا واحدة اسمها أوتم، واللي بتقول لرويال انها بتدور على مكان تخيم فيه وبتحاول تقنعه يسمح لها تخيم في مزرعته، لدرجة انها بتعرض عليه كمية كبيرة من الفلوس علشان يوافق. وفعلا بيوافق رويال لانه محتاج الفلوس لعيلته، وريت بيبقى مستغرب جدا من اللي اسمها أوتم وبيقول ايه اللي يخلي واحدة تدفع كمية الفلوس دي كلها علشان تخيم في مزرعة. لكن ابوه مش بيهتم وبيروحوا يدوروا على الحيوانات اللي اختفت. وعلى حدود مزرعتهم بيقابلوا عيلة تيلرسون اللي هم اولاد وين، ودول يبقوا بيلي ولوك وتريفور. وبيقول لوك لرويال ان ابوه بقى مهتم بالمزرعة بتاعتهم فجأة، وبيديله ورقة من محكمة الولاية بتقول ان الجزء الغربي من مزرعتهم من حق عيلة تيلرسون، على الرغم من انها مش ملك وين الا انه قرر يستولي عليها. حتى اولاده بيبقوا مستغربين من قراره ومش فاهمين ايه سبب اهتمامه المفاجئ بمزرعة ابوت، وغالبا كده السبب ليه علاقة بالصوت اللي حصل في الجزء الغربي. بعدها بيروح رويال وولاده يدوروا على البقرتين اللي اختفوا. بيري وريت بياخدوا الجزء الجنوبي والشمالي يدوروا فيه، ورويال لوحده بياخد الجزء الغربي. والتاني مرة بيسمع الصوت اللي سمعه قبل كده، فبيمشي لهناك المرة دي وبيقرر يعرف مصدره. والصدمة انه اول ما بيوصل لمصدر الصوت بيلاقي حفرة سودة غريبة قدامه جواها فراغ وملهاش نهاية كأنها جزء من السماء. فبيقرر رويال يمد ايده فيها ويعرف هي ايه بالظبط، وفي اللحظة اللي بيحط فيها ايده جوه الحفرة بتحصل له حاجة مش مفهومة، زي ما يكون اتنقل للبيت ومراته سيسيليا بتتكلم معاه. فبيترعب رويال وبيخرج ايده بسرعة وما بيبقاش فاهم ايه الحاجة الغريبة دي اللي ظهرت مرة واحدة وسط مزرعته. فبيرجع بعدها للبيت والصدمة ان نفس المشهد اللي شافه بيتكرر، وبيفهم انه لما حط ايده جوه الحفرة زي ما تكون عرضت له جزء من المستقبل. طبعا رويال ما بيبقاش مصدق نفسه، لكن في نفس الوقت بيحاول يبان طبيعي. وبيلاقي عندهم مأمور الشرطة اللي اسمها جوي، ومن كلامها بنعرف ان مرات بيري اللي اسمها ريبيكا مختفية، وبتعرفهم ان المكتب الفيدرالي قرر يقفل القضية، وده لان ريبيكا عدى على اختفائها اكتر من 9 شهور. وبعد ما بتمشي جوي من عندهم بيرجع رويال تاني للحفرة وبيحاول يردمها بالتراب او يخفيها باي طريقة، بس للأسف مفيش حاجة بتجيب نتيجة وبتفضل زي ما هي. وبيتفاجئ رويال بطور ضخم وشكله غريب واقف جنبه، وواضح كده من شكله انه من حقبة زمنية مختلفة، وكمان واضح ان في حد كان بيحاول يصطاده لان في سهمين في جسمه. وبيعدي رويال وهو رجع لبيته على أوتم وبينبه عليها تفضل في المنطقة اللي هي فيها وما تدخلش نهائي للجزء الغربي ايا كان السبب. المشكلة ان كلامه ده بيخلي اهتمام أوتم بالمزرعة يزيد بشكل غريب، لدرجة انها بتعرض عليه 6 مليون دولار علشان تشتريها منه. ومن طريقة كلامها واضح انها عارفة حاجة عن الحفرة الغريبة اللي ظهرت فجأة. وفي بيت العيلة ريت بيلاحظ ان اخوه مكتئب بسبب كلام جوي، فبياخده معاه وبيخرجه شوية علشان ينسي اللي حصل. وفي المكان ده بيري بيتخانق مع تريفور ابن وين، ولما بيشوفهم ريت بيخرج يدافع عن اخوه بسرعة وبيقدر انه يضرب تريفور وبينهي الموضوع. بالصدفة بتشوف اللي حصل ده صاحبة ريت اللي اسمها ماريا،
فبيسيبهم ريت وبيروح يجيب العربية علشان يمشوا من المكان قبل ما المشكلة تكبر. وبعد شوية تريفور بيفوق وبيفضل يشتم ريبيكا مرات بيري، وده بيعصب بيري جدا وبيخليه يضربه. ولسوء حظه انه ما بيحسش بنفسه الا وتريفور ميت تحت ايده. وبيتصدم ريت لما بيجي بالعربية ويشوف اللي حصل، فبيقرر على طول انهم ياخدوا الجثة معاهم ويرجعوا للبيت وهناك يشوفوا هيتصرفوا في الكارثة دي ازاي. واول ما بيوصلوا للبيت بيشوفهم رويال وبيدخل وراهم المزرعة، وبيتصدم لما بيشوف جثة تريفور، فبياخدهم وبيدخلوا كلهم للبيت وبيحكي له بيري وريت على كل حاجة. ساعتها رويال بيقرر انه يخلص من الجثة، وده لانه عرف منهم ان مفيش حد شاف اللي حصل، فبيطلب من بيري يتخلص من هدومهم اللي عليها دم، وبيروح للمزرعة مع ريت علشان يخلصوا من اي دليل وراهم. بيخلي ريت ينظف العربية من الدم اللي عليها وبيقول له انه هيتصرف وهياخد هو الجثة يخفيها تماما. وفي الحانة لوك بيلاحظ ان اخوه تريفور اختفى، فبيخرج يدور عليه برا، وبالصدفة بيلاقي توكة الحزام بتاعته على الارض وعليها دم. ساعتها بيحس ان في حاجة حصلت لاخوهم، وبسبب المشاكل مع عيلة ابوت بيشك فيهم وبيروح لهم البيت. وبيفضل لوك يسأل بيري عن مكان ريت لانهم عاوزين يسألوه عن تريفور، فبيحاول بيري انه يعطلهم وبيقول انه ما يعرفش مكانه. في نفس الوقت بيحذر ريت ورويال بالنور في المزرعة، ولسوء حظهم ان لوك وبيلي بيروحوا يدوروا في الحظيرة، لكن رويال وريت بيكونوا اخفوا كل حاجة وخرجوا من هناك. ولان لوك وبيلي حاسين ان في حاجة حصلت لاخوهم بيدوروا في المزرعة كلها. وبنشوف رويال على حصانه ومعاه جثة تريفور، وبسبب العاصفة الحصان بيخاف وبيوقعهم، فبيضطر رويال انه يشيل الجثة ويجري بيها، وبيمسك السلك في قميصه وهو بيعدي السياج، فبيسيبه وبيكمل جري علشان يخفي الجثة بسرعة. واول مكان بيفكر يخفي فيه الجثة بيكون طبعا الحفرة الغريبة اللي لقاها، وفعلا بيوصل لها وبيرمي الجثة جواها. ومرة واحدة بيلاقي أوتم وراه ومنورة عليه كشاف، وبيطلع انها شافته وهو بيرمي الجثة في الحفرة، لكن الغريب انها بتتجاهل موضوع الجثة تماما، وبتسأله اذا كان في حد تاني عارف عن الحفرة، فبيقول لها رويال انه لسه معرفش اي حد. والصدمة ان أوتم بتفاجئه وبترميه في الحفرة هو كمان. لكن الغريب ان تاني يوم بنشوف رويال مرمي على الارض في مزرعته، ولما بيفوق بيكون مصدوم من اللي حصل وبيرجع لبيته بسرعة. وبعد شوية بيخرج يتكلم مع مراته وولاده، واللي بيسألوه عن سبب الجرح اللي في رجله، وكمان بيسألوه عن اللي حصل وودى جثة تريفور فين، لان اخواته دوروا في كل مكان في المزرعة وملاقوهاش. فبيقول لهم رويال انه اتصرف وان الجثة اختفت، وبيطلب منهم محدش يتكلم في الموضوع ده تاني، وبيقول لهم كمان انهم هيكملوا شغلهم عادي كأن مفيش حاجة حصلت. وبعد ما بيخلص كلام معاهم بيروح مع مراته سيسيليا تعالج رجله، ولما بتعرف سيسيليا انه جرح رصاصة بتسأله مين اللي ضرب عليه نار، فبيطمنها رويال وبيقول لها ما تقلقش، وان لوك كان بيضرب طلقات عشوائية في المزرعة وما كانش شايفه. وواضح ان رويال بيكذب لان لوك ما ضربش عليه نار، بس لسه برضو ما نعرفش الرصاصة دي جت منين بالظبط. وبتروح جوي لبيت عيلة تيلرسون لانهم بلغوا عن اختفاء تريفور، وبيديها لوك توكة الحزام بتاعت اخوه اللي هو لقاها، وبيقول لها ان عليها دم وده معناه ان اخوه حصل له حاجة. لكن جوي بتقول له ان ده مش دليل وان اللي بيحصل ده مش غريب على تريفور، لانه دايما بيختفي كام يوم وبيظهر تاني، بس بتوعده برضه انها هتدور في الموضوع، وبتاخد توكة الحزام وبتسيبه وتمشي. وبيروح رويال يقابل وين في بيته، وبيحاول يفهم منه هو ليه عاوز يستولي على الجزء الغربي من مزرعته، وبيعرض عليه انه يديله 200 فدان من الجزء الجنوبي، لكن وين بيكون مصمم جدا انه ياخد الجزء الغربي كله، وحتى مش بيوضح له اي اسباب، وبيقول له انه مجرد بيحب يستولي على اي حاجه عجباه، لكن واضح من كلامه انه عارف ان في حاجه في الجزء الغربي. ولما بيفهم رويال ان مفيش فايده من الكلام معاه بيسيبه ويمشي. وبتخرج بنت بيري اللي اسمها ايمي تتمشى في المزرعه، وبالصدفه بتقابل اوتم في طريقها وبتسالها عن اللي هي بتعمله، فبتوريها اوتم علامات غريبه على الصخور وبتقول لها انها بتدرسها وانها كانت بتشوفها في دماغها دايما وبترسمها من غير سبب، ودي اول مره تشوفها مرسومه بجد في مكان. فبتقول لها ايمي ان العلامه دي شبه علامه عيلتها عيله ابوت. ساعتها بتفهم اوتم ان رويال يبقى جدها، ومن كلام ايمي بتعرف انه لسه عايش وكان بيتكلم معاها الصبح، وطبعا بتبقى مستغربة انه طلع من الحفرة وهي رمية فيها بايدها امبارح. وبعد ما بيرجع رويال من عند عيلة تيلرسون بيروح للمكان اللي اوتم بتخيم فيه، بس ما بتبقاش هناك لانها بتستكشف المنطقة، وبيلاقي عندها القميص بتاعه من يوم الحادثة فبياخده معاه، وبيروح يرميه في الحفرة زي ما عمل في الجثة، وده علشان يخفي اي دليل بيربطهم بقتل تريفور.
وبيرجع رويال بعدها للبيت يتغدى مع عيلته، وبيقول انهم هينقلوا حيواناتهم كلها من الجزء الغربي للجزء الجنوبي، وده طبعا لانه مش عاوز اي حد يشوف الحفرة، وكمان علشان ما يخسروش اي حاجة تاني من حيواناتهم. وعيلته بيكونوا مستغربين جدا من تصرفاته ومن اللي هو بيقوله، لانهم لسه ناقلين الحيوانات للجزء الغربي ده قريب. لكن رويال بيتعصب وبيقول لهم محدش يناقشه، وفعلا بتتلم العيلة كلها بعد الغداء وبينفذوا اللي هو قاله. ولما بتخرج بقرة صغيرة من القطيع رويال بيطاردها، وعيلته بيستغربوا من اللي هو بيعمله، لكن هو عارف انه لو سابها هتقع في الحفرة، وفعلا بيقدر ينقذها قبل ما تقع فيها بثواني. وبعد ما بينقلوا الحيوانات بيروح رويال بالليل للحظيرة بتاعتهم، وبيخرج صورة قديمة مخبيها هناك وبيبص فيها، وفجأة أوتن بتظهر وراه وبتسأله هو بيدور على ايه. ورغم اللي هي عملته معاه رويال بيكون هادي جدا وبيقول لها تسيب مزرعته، لكن أوتن بتسأله الحفرة دي ودته لفين ورجع تاني ازاي. والغريب ان رويال بيتجاهل سؤالها وبيبدأ يسألها هو كمان، بيسألها عن اسمها الحقيقي واسم عيلتها وجابت كل الفلوس اللي بتعرضها عليه دي منين، وبيسألها كمان اذا كانت بتنتمي لأي منظمة او بتحب اللون الاصفر، وواضح كده انه شاف او عرف عنها حاجة لما كان في الحفرة، فبتجاوب أوتم على اسئلته كلها. وبتسأله هي كمان اذا كان فاكر اي حاجة عن طفولته، لانها ما كانتش فاكرة اي حاجة عن حياتها الا بعد سن 9 سنين، ولما جت لمزرعته افتكرت كل حاجة. وبتقول له أوتم ان في حاجة غريبة بتحصل عنده في المزرعة، ولازم يساعدوا بعض علشان يفهموا ايه اللي بيحصل. وبتسأله تاني هو شاف ايه بالظبط لما وقع في الحفرة، فبيفتكر رويال ذكريات اليوم ده واللي حصل معاه وقتها، والصدمة انه لما وقع في الحفرة طلع في نفس المكان من مزرعته، بس الغريب انه طلع في المستقبل بعد 2 سنين من الوقت اللي هو عايش فيه. وفي المستقبل ده عيلة تيلرسون بيكونوا استولوا على الجزء الغربي من المزرعة، واللي بتكون مليانة بمعدات كبيرة للتنقيب في كل مكان، والمعدات دي كلها عليها لوجو شركة اسمها BY9. وبيشوف أوتم وحواليها مجموعة كبيرة لابسين أصفر كلهم، وكمان أهل البلدة ومن ضمنهم ولاده ومراته. ورويال بيلاقي مراته سيسيليا جاية تتكلم معاه، وواضح عليها إنها مصدومة من اللي بيحصل، وبتقوله إنه مات من 2 سنين وإن المزرعة ما بقتش ملكهم، وبتحذره وبتقوله يهرب بسرعة. وأول ما بتخلص كلامها بيطلع لوك مسدسه وبيضرب على رويال نار، وبتيجي طلقة في رجله، وده كده بيفسر الإصابة اللي شفناها في أول حلقة. ولما رويال بيلاقي كل اللي واقفين بيجروا عليه بينط في الحفرة تاني، وده بيأكد لنا إن الحفرة دي ثقب زمني لعالمين أو زمنين مختلفين. وتاني يوم بنروح لوين وهو بيتكلم مع ولاده لوك وبيلي، والغريبة انه مش بيكون مهتم باختفاء ابنه تريفور نهائي، كل اللي مركز عليه حاليا هو انه يستولي على الجزء الغربي بتاع مزرعة ابوت، لدرجة انه بيقول لابنه لوك يدي الحاكم الولاية $1,000,000 رشوة، وده علشان يحكم لصالحهم في القضية بسرعة. فبيخرج لوك يتكلم مع اخوه بيلي وهو متضايق من كلام ابوه جدا، وده لان ابوه مهتم بحتة ارض اكتر من ابنه، وبيقول انه مش هينفذ كلامه ومش هيدي رشوة لحاكم الولاية. وفي مزرعة عيلة ابوت رويال بيتكلم مع ابنه ريت، وبيقول له ينسى كل اللي حصل ويركز في اللي هو بيعمله. وبنفهم من كلامهم ان ريت بينافس في مسابقات ركوب التيران، وعنده النهاردة جولة المفروض يلعبها، ولازم كمان يسجل رقم كويس علشان يتأهل للنهائي. وبنروح لوقت الجولة اللي ريت هيلعبها، ورويال بيكون واقف جنبه وبيساعده انه يجهز. وبتيجي جوي تقاطعهم وبتطلب من رويال انها تتكلم مع ريت لوحده، فبيقول لها رويال تخلص معاه بسرعة علشان الجولة هتبدأ، وبيسيبهم ويمشي. وجوي بتقول لريت انهم حللوا الدم اللي كان على توكة حزام تريفور، وبيتصدم لما بتقول له انه طلع دمه، وبتسأله عن اللي حصل بينه وبين تريفور في الليلة دي بالظبط، فبيقول لها ريت انه كان موجود معاه في نفس الحانة مش اكتر، ولان اللي معاها ده مش دليل قوي ضده بتسيبه وتمشي. وريت بيعرف رويال بعدها انهم لقوا دمه على توكة حزام تريفور، وبيروح بعدها يركب الطور ويبدأ جولته، وبيقدر ريت يفضل عليه اطول فترة ما بين كل المتسابقين وبيتأهل للنهائي. فبيخرج بعدها يحتفل بمكسبه مع اصحابه، بس بسبب انه شرب كتير وما بقاش في وعيه بيعمل مشكلة مع شرطي، فبيقبض عليه الشرطي ده وبياخده للاسم. ولما بتعرف جوي انه مقبوض عليه بتستغل الفرصة وبتروح تتكلم معاه تاني، وبتحذره انهم هيبدأوا تحقيق مع كل اللي كانوا موجودين في الحانة، والافضل لانه يعرفهم اللي حصل بالظبط ليلة اختفاء تريفور، لانهم كده كده هيكتشفوا الحقيقة. فبيضطر ريت انه يكذب وبيقول لها ان حصل مشكلة بينه وبين تريفور، وضربوا بعض قدام الحانة في الليلة دي مش اكتر، وده سبب وجود الدم بتاعه على توكة حزام تريفور. وبيوصل رويال للاسم علشان يخرج ريت، وشرطي بيروح يبلغ جوي انه موجود علشان ياخد ابنه، ف
فبتقول له جوي يخليه بره شوية وريت هيطلع له. وفعلا بيستنى رويال قدام مكتب جوي، وواضح كده انه شاف حاجة في مكتبها لفتت انتباهه. وشوية وبيخرج ريت وبياخدوا رويال ويمشوا. وفي العربية بنعرف ان رويال سرق توكت حزام تريفور من مكتب جوي، وبكده بيكون اخفى اي دليل يربطهم بالموضوع. بس اللي ما فكرش فيه هو انه هيخلي جوي تشك فيهم اكتر. وبعد ما بيوصل للمزرعة بيروح رويال للحفرة، وكالعادة بيرمي فيها اخر دليل ممكن يسجنهم. وتاني يوم بنشوف جوي وهي رايحة تقابل واحد من أغنى وأهم الناس في المقاطعة، وده علشان تطلب دعمه في الانتخابات الجاية وتفضل مأمور الشرطة. فبيقول لها الشخص ده إن صيادين المقاطعة بيشوفوا حاجات غريبة، في مجموعة منهم بيقولوا إنهم شافوا حيوان غريب في الجبال، والحيوان ده هو الماستودون، واللي المفروض ده حيوان شبه الفيلة وانقرض في العصر الجليدي. وبيقول لها إن دي مش أول مرة الصيادين يشوفوا واحد منه، وبيوعدها إنه هيدعمها في الانتخابات بس بشرط واحد، وهو إنها تعرف إزاي الحيوان ده موجود في عصرهم. وكل ده وجوي طبعا بتبقى مستغربة كلامه ومفكره مجنون أو مش في وعيه. وبنشوف رويال في المزرعة وهو رايح يتكلم مع أوتم، وبيقول لها انه موافق انهم يساعدوا بعض ويفهموا اللي بيحصل. وبيطلع انه لسه ما قالهاش هو شاف ايه لما رمته في الحفرة، ودي اول حاجة أوتم بتطلب انه يقولها لها علشان تساعده. فبيقول لها رويال انه خرج في مزرعته وشاف نفس المكان ده بس في وقت مختلف، لكنه بيكتفي بكده ومش بيرضى يقول لها اي تفاصيل تانية. وبيوعدها انها لو ما قالتش لحد على موضوع الجثة هيعرفها بكل اللي شافه. وبيلاحظ ان الحجر اللي في السلسلة بتاعتها في مادة سودة بتتحرك، والغريب ان المادة دي هي نفس المادة اللي موجودة في الحفرة. وفجأة الجبل اللي وراهم بيختفي، وواضح كده ان الحفرة دي بدأت تأثر على الواقع بتاعهم. واللي حصل ده بتشوفه جوي وهي راجعة للاسم وبيسبب لها صدمة، وزي ما اختفى الجبل فجأة بيرجع تاني لمكانه فجأة. لكن رويال بيقرر ما يعرفش أوتم باللي حصل ده وبيسيبها ويمشي. ولما بترجع جوي للاسم بتلاقي كمية بلاغات كبيرة، وكلها بتبقى ان الناس شافوا جبل اختفى ورجع لمكانه تاني. وبتخرج إيمي تتمشى في المزرعة بتاعتهم كالعادة، وعلى الجبل اللي جنب مزرعتهم بتتصدم لما بتشوف جثة تريفور، فبترجع للبيت بسرعة وبتعرف أهلها. وبنشوف لوك في اسم الشرطة وبيتكلم مع جوي في مكتبها، واللي بيكون متضايق جدا لأنها ما قبضتش على ريت بتهمة قتل أخوه، وبيقول لها إنه ساعدها وادالها الدليل على كده. لكن لما بتيجي جوي تشوف توكت الحزام في الدرج بتلاقيها اختفت. في نفس الوقت بيجي لها مكالمة من رويال وبيعرفها ان ايمي لقت جثة تريفور في الجبل وهي بتتمشى، فبتروح جوي على طول لمزرعة ابوت، وبياخدها رويال للمكان اللي ايمي شافت فيه جثة تريفور. بس رويال بيبقى مستغرب جدا ومش فاهم ازاي الجثة وصلت لهنا، حتى لو طلعت تاني من الحفرة زي ما حصل معاه المفروض تبقى قريبة منها. وبعد ما جوي شافت الجثة بيرجعوا البيت رويال تاني، وبتتكلم مع ايمي يمكن تكون شافت حاجة تساعدهم في التحقيق، وبتحاول تستدرجها في الكلام اكتر، وبتسألها عن الليلة اللي مات فيها تريفور، واذا كانت لاحظت في الليلة دي ان في حد من عيلتها ما كانش في البيت. فبتقول لها ايمي ان العيلة كلها كانت موجودة ما عدا بس عمها ريت ما تعرفش مكانه لانه ما كانش في البيت. وقبل ما تسيبهم جوي وتخرج بيري بيتكلم معاها وبيقول لها ان ريت كان بيحتفل مع اصحابه في نفس الليلة. واول ما جوي بتخرج وبتركب العربية بتتصل على شريكها وبتقوله يدور على ريت في المدينة بسرعة ويسأله هو كان فين في الليلة اللي مات فيها تريفور، وده طبعا علشان تتأكد اذا كانت عيلته بيكذبوا ولا لا. في نفس الوقت بيري بيكون بيتصل عليه برضو علشان يقوله اللي حصل ويعرفهم ما قالوا ايه علشان كلامهم يبقى واحد لو حد سأله. لكن لسوء حظهم ان الشرط بيوصله الاول وبيسأله هو كان فين ليلة الحادثة، فبيلاقي ريت اتصال جايله من اخوه وبيفهم ان في حاجة حصلت، وبيقرر يرد على اخوه رغم ان الشرط بيقوله ما تردش. وبيعرف من بيري الكلام اللي قاله الجوي وبيقفل معاه، وطبعا بيرجع يقول نفس الكلام للشرطي وكلامهم بيبقى واحد. ولانه صديق ماريا من الطفولة بتبقى عايزة تساعده وبتقول انه كان خارج يحتفل فعلا معهم ليلتها. ولما بتعرف جوي كلام ماريا من شريكها بتشك انها بتكذب، فبتقرر تروح لها وتحقق معاها بنفسها، وبتعرفها انها ممكن تكون بتحمي واحد ارتكب جريمة قتل. ولما بتضغط عليها بالكلام اكتر ماريا بتعترف وبتقول انها كانت بتكذب فعلا وريت ما كانش معاهم في نفس الليلة. وطبعا بعد اعتراف ماريا جوي بتروح تقبض على ريت وبتستدعي بيري هو كمان للاسم لانه كان بيكذب، وعلى طول بتبدأ جوي التحقيق معاهم هما الاتنين، وبتضغط عليهم جدا علشان حد فيهم يغلط ويتكلم، وكمان بتوقع ما بينهم وبتحاول تخلي حد فيهم يعترف على التاني.
وبيبقى باين من كلامها انها شاكة في ريت اكتر. وقبل ما حد فيهم ينهار ويعترف بيوصل رويال مع محامي العيلة وبيخرجوهم، وبره الاسم ريت بيبقى متضايق وبيزعق لاخوه بيري وبيقوله يفكر تاني قبل ما يحاول يلبسه الجريمة بتاعته، لانه لو عمل كده مش هيداري عليه وهيعترف بكل حاجة. وفي مزرعة عيلة تيلرسون بتوصل باتي مرات وين، واللي بتبقى منفصلة عنه وجاية بس علشان تحضر جنازة ابنها، وبتروح تتكلم مع وين في اوضته وبتقوله ان لوك شاكك ان ولاد رويال هما اللي موتوا تريفور، وبتسأله هيعمل ايه علشان ينتقم لابنه. لكن وين برضه كل كلامه بيبقى عن الجزء الغربي لمزرعة عيلة ابوت، وبيوريها صخرة غريبة وواضح انه مهتم بيها جدا، وبيقول لها انه كان بيدور على مصدر الصخرة دي طول عمره، واخيرا بيعتقد انه لقاه وموجود في الجزء الغربي لمزرعة عيلة ابوت. لكن باتي مش بتقتنع بكلامه وبتقوله انه اتجنن، وبتقرر هي تهتم بقضية ابنها وتعرف مين اللي قتله. وبعد ما بتخرج من عنده بتروح لمشرحة المدينة، وبتقابل هناك جوي والدكتور المسؤول عن تشريح الجثث، واللي بتبقى عاوزة تعرف منه تقريره عن تشريح ابنها. لكن جوي بتقول لها ان ده غير قانوني وبتخليها تخرج برا المشرحة. وبعدها بيقول الدكتور لجوي على سبب الوفاة، وبيعرفها انه حصل بسبب ضربة قوية جدا في رقبته، وبيقول لها كمان انه كان ميت تقريبا من 10 ساعات قبل ما يلاقوا الجثة، وده بيبقى غريب طبعا لان بيري موته من حوالي 8 ايام. واكيد السبب في كلام الدكتور ده هو الحفرة اللي رويال رمى فيها. وفي الجنازة باتي بتراقب عيلة ابوت كلها، وبتقول لابنها لوك ان بيري هو اللي قتل تريفور، وده لانها لاحظت علامات ندم على وشه. وبعد الجنازة بيروحوا البيت عيلة تيلرسون يكملوا العزاء، وبيدخل رويال لمكان غريب في البيت، وهناك بيقابل اوتيم اللي بتكون حضرة العزاء وبتلعب بوكر، وبيقول لها انه هيعمل معاها رهان، وهو انها هتفضل في مزرعته للابد لو كسبته، اما لو خسرت تقول له حكايه الصخره اللي في سلسلتها. فبتوافق اوتيم لانها عاوزه تفضل جنب الحفره اللي لقوها. بس في نص اللعب رويال بيعلي الرهان مره ثانيه، وبيقول لها انه لو خسر هيديها الجزء الغربي كله من مزرعته، بس لو كسب هياخد منها الصخره مش مجرد هتحكي له حكايتها. وطبعا اوتيم بتوافق على طول، لانها لو كسبت بدل ما هتبقى بتخيم على الارض هتبقى ملكها كلها. وبعد شويه بنشوف رويال وهو خارج من المكان وبيركب عربيته، وبنعرف انه كسب الرهان واخد الصخره الغريبه اللي مع اوتيم، وبيطلع انه كان مخطط لكل حاجه من الاول وغش علشان يكسبها. وبنروح لوين وهو قاعد في سريره، وواضح عليه انه زهق من كتر الانتظار، وبيلاحظ ان الماده اللي جوه الصخره بتتحرك بشكل غريب، معنى كده ان الصخره اللي معاه هي نفس الصخره اللي رويال اخدها من اوتيم، بس لسه مش واضح طبعا هي جابتها منين وايه قصتها. وبيركب وين عربيته وبيقرر يدخل الجزء الغربي لمزرعة عيلة ابوت علشان يعرف ايه اللي هناك بالظبط ويتأكد من شكوكه. وفعلا بعد شوية بيقدر يوصل للحفرة الغريبة، وبيكون فرحان جدا انه لقاها وقدر يشوفها. وفجأة بيجي رويال من وراه وبيفضلوا يضربوا هما الاتنين في بعض، لكن رويال بيتغلب عليه وبيقدر انه يوقعه على الارض، وبيقف قدام الحفرة وشكله كده بيفكر يرمي فيها هو كمان. لكن قبل ما يعمل كده وين بيكون فاق، وبيجي من ورا رويال وبيخبطه على دماغه بالصخرة اللي معاه، وبياخد عربيته وبيسيب المكان بسرعة، وبيكون فرحان جدا انه عرف مكان الحفرة، بس لسه مش واضح بالظبط هو يعرف ايه عنها وايه سبب اهتمامه وتمسكه الغريب بيها. وبعد ما وين شاف الحفرة بيرجع على بيته وبيقول لولاده انه اخيرا لقى اللي كان بيدور عليه، وبيفتكر ذكريات ليه وهو صغير. وبنشوفه واقف قدام نفس الحفرة وفي حاجة غريبة بتخرج منها، او تقريبا شخص بس لسه ما نعرفش هو مين. وبسبب مرضه بيقع وين على الارض وبيغمى عليه. وتاني يوم جوي بتبتدي تكمل تحقيق في القضية، وبتتكلم مع كل اللي كانوا في الحانة ليلة قتل تريفور، وواحد منهم بيأكد لها ان بيري هو اللي كان مع تريفور في الليلة اللي اختفى فيها. وبعد ما بتخلص كلام معاه جوي بترجع لمكتبها، وهناك بتتكلم مع شريكها عن القضية وعن اللي هي عرفته، وبتقوله ان في حاجة غريبة بتحصل في مدينتهم ملهاش تفسير، وان في ادلة كتير بتثبت ان عيلة ابوت هما اللي قتلوا تريفور، بس المشكلة ان في ادلة كتير مش مفهومة وبتبرأهم برضه. واحساسها بيقول لها ان بيري هو اللي قتله وعيلته بيحموه، وانها لازم تقبض عليه وتنهي القضية دي قبل الانتخابات الجاية. وبنشوف رويال وهو واخد الصخرة اللي في سلسلة اوتيم ورايح بيها لجامعة المدينة، وهناك بيقابل دكتورة في قسم مهتم بعلوم الارض وبيديها الصخرة، وبيسألها اذا كانت تعرف نوعها او مصدرها حتى، وواضح على وش الدكتورة دي انها اتصدمت اول ما شافت الصخرة، وباين انها مهتمة بيها جدا او شافتها قبل كده.
وبتقول لرويال يسيبها لها وهي هتعمل عليها اختبارات، وبعد كام يوم هترد عليه وهتعرفه هي ايه بالظبط. لكن فجأة رويال بيشوف صورة في مكتبها بتلفت انتباهه، وبيبقى فيها اسم الشركة اللي الدكتورة دي شغالة فيها، وبيتصدم لما بيفتكر اللي حصل معاه وقت ما عدى من الحفرة، وانه شاف نفس اسم الشركة دي في كل مكان، والمعدات اللي كانت في مزرعته كلها كانت تخصها وعليها اسمها، وبيعرف انها شركة عملاقة من شركات التعدين. ساعتها بيرفض انه يسيب الصخرة للدكتورة دي وبياخدها ويمشي، وبيروح بعدها على مكتبة وبيبحث على اسم الشركة، وفعلا بيلاقي معلومات عنها وبياخد رقم تليفونهم، فبيحاول يتصل عليهم علشان يعرف عنهم اكتر. لكن بعد اكتر من محاولة ما بيبقاش فيه اي رد. وفي بيت عيلة تيلرسون باتي بتتكلم مع ابنها لوك، واللي بيبقى متضايق جدا بسبب اهتمام ابوهم الغريب بمزرعة عيلة ابوت، لان تصرفاته الغريبة دي هي اللي وصلته للحالة اللي هو فيها دلوقت. فبتقول له امه ان ابوه مش مجنون زي ما هم بيقولوا، وان اكيد في سبب مهم جدا مخليه مهتم بحتة الارض دي، وهم كمان لازم يعرفوا السبب ده ويساعدوه يستولي عليها. وبتقول له يسأل اخوه بيلي اذا كان عارف عن حتة الارض دي اي حاجة، لانه كان اقرب حد لابوهم اخر فترة. وبيري بيكون خارج في المدينة وبالصدفة بيشوف أوتم هناك، فبيقعدوا هما الاتنين يتكلموا مع بعض، وبتسأله أوتم عن مراته واختفت امتى وازاي. فبيقول لها بيري ان في يوم حصلت مشكلة كبيرة ما بينهم، وهو سابها ودخل ينام ساعتين لحد ما يهدوا، لكن بعد ما صحي فضل يدور عليها وملقاش لها اي اثر، ولحد دلوقت ما يعرفش اذا كانت هربت وسابته ولا حصل لها حاجة فعلا. ساعتها أوتم بتقول له انها ممكن تكون عارفة اللي حصل لها، وبتلمح له ان في حاجة مش طبيعية في مزرعة، وانها ممكن تكون السبب في اي حاجة غريبة بتحصل لهم، بس مش بتعرفه هي تقصد ايه بالظبط ولا بتقوله اي حاجة عن الحفرة. وبيرجع رويال تاني لبيته وبيدخل للحظيرة بتاعته، وبيكون لسه بيحاول يعرف اي حاجة عن الصخرة اللي خدها من أوتم، فبيقرر انه يكسرها ويفهم ايه المادة الغريبة اللي موجودة جواها، وفعلا بيكسرها وبتنتشر المادة دي على ايده. وفجأة حاجة غريبة جدا بتبدأ تحصل لرويال، وبيتصدم لما بيشوف مراته سيسيليا قدامه، وكمان بيشوف نفسه على الارض ميت جنبها، ومعهم أوتم برضه في نفس الأوضة وبنفس اللبس الأصفر اللي شافها بيه لما عدى قبل كده من الحفرة. والأغرب إن أوتم بتبصله وبتتكلم معاه زي ما تكون شايفاه، وفجأة كل حاجة بتختفي وبتختفي المادة دي من على إيده. طبعا رويال بيخاف جدا وما بيبقاش فاهم إيه اللي شافه ده بالظبط، فبيقرر بعد اللي حصل ده إنه يروح للحفرة، وبالصدفة بيلاقي أوتم هناك هي كمان، واللي بتقول له انها عاوزه السلسله بتاعتها تاني. فبيقول لها رويال انه كان جاي يدور عليها علشان يديها لها، وبيعرض عليها تركب معاه يوصلها للمخيم بتاعها، فبتوافق أوتم وبتركب معاه فعلا. لكنها بتستغرب لما بتلاقي رويال عدى على خيمتها بسرعه، وواضح كده ان اللي حصل اثر عليه وبقى حاسس ان أوتم لها دخل فيه. طبعا أوتم بتخاف من اللي هو بيعمله وبتحس انه عاوز يأذيها، فبتقرر انها تنط على الارض لانه مش راضي يقف. وبيرجع لها رويال وبيقول لها انه كسر الصخرة بتاعتها، وبيكذب عليها وبيقول لها انها كانت صخرة عادية ومفيش اي حاجة حصلت تماما. فبتقول له أوتم انها عارفة انه بيكذب، لان الصخرة دي كان جواها نفس المادة اللي في الحفرة، وانها بتعتقد ان المادة دي لها علاقة بالزمن. فبيتضايق رويال من كلامها جدا وبيتعصب لانه عارف ان عندها حق، وبيقول لها تبعد عن عيلته وما تتكلمش مع اي حد فيهم، وبيهددها انه هيقتلها لو ما سمعتش كلامه، وبيسيبها بعد كده في الغابة لوحدها وبيمشي، وبيروح على الخيمة بتاعتها كمان وبيحرقها بكل اللي فيها. وبنشوف جوي وهي رايحة تقابل شخص اسمه كيركلاند وده قاضي المدينة، وبتقول له انها جاهزة علشان تقبض على بيري ومحتاجة موافقته، وبتعرفه انها عملت تحقيقاتها وكلمت كل الشهود، وتأكدت ان بيري فعلا كان اخر شخص مع تريفور، والشهود شافوه كمان هو واخوه بيسيبوا المكان بعدها على طول، وانهم اكيد اخدوا الجثة معاهم وحاولوا يخبوها على الجبل، بس بسبب العاصفة اللي حصلت بعد كام يوم الجثة ظهرت تاني. لكن قبل ما يوافق القاضي على طول بتقول له ان في مشكلة واحدة، وهي ان تقرير الدكتور مش ماشي مع كلام الشهود وكل الادلة التانية، لانه بيقول ان تريفور مات من 8 ساعات قبل ما يلاقوا الجثة، وده طبعا بينفي اي تهمة عن الاخين بيري وريت. وبتطلب منه يتجاهل تقرير الدكتور ويقولوا انه اكيد غلطان علشان يخلصوا من القضية ويقفلوها، لكن كلامها ده بيعصب القاضي وبيقول لها انه مستحيل يوافق، وان هي كمان لازم تنسى اللي بتفكر فيه ده تماما، لان في انتخابات جاية ليها، ولو عملت حاجة زي كده واتكشفت اكيد هتخسرها،
وتاني يوم بتفوق أوتم في الغابة اللي رويال سابها فيها، وبتكون مجروحة في رجلها ومش قادرة تمشي بسبب اللي حصل. والمصيبة الأكبر إن في دب كمان بيشوفها وبيهجم عليها، بس الغريب إن الدب ده ما بيرضاش يأذيها، وبتحس أوتم إنه بيكلمها وفجأة بيسيبها ويمشي. وبنروح لباتي وابنها لوك وهم بيتكلموا مع محامي العيلة، وبيحاولوا يشوفوا أي طريقة يتصرفوا بيها في أملاك وين، لأنه في غيبوبة حاليا وحالته الصحية مش بتتحسن. لكنهم بيتصدموا لما المحامي بيقول لهم إن وين سايب وصية، وهي إنه لو مات أو جراله أي حاجة كل أملاكه وفلوسه تبقى ملك ابنه الصغير بيلي. فبتقرر باتي إنها تسافر للمحامي بنفسها علشان تلاقي أي طريقة تغير بها الوصية. وبتقول للوك إن أخوه بيلي شخصيته ضعيفة وهيضيع فلوسهم وكل أملاكهم لو اتنقلت له، وبتقول له كمان إن أخوه لسه ما يعرفش أي حاجة عن الوصية، والأفضل إنه ما يعرفهوش لحد ما تحل هي كل حاجة من غير ما يحس. وبتودعهم وبتمشي علشان تبدأ رحلتها. وبيلي بيقول لأخوه إنه طالع يصطاد وبيعرض عليه يروح معاه، لكن لوك طبعا بيبقى متضايق بسبب حوار الوصية وبيرفض. فبيروح بيلي لوحده للغابة وبيتفاجئ لما بيشوف أوتم قدامه، واللي بتقول لبيلي إنها عاوزة توريه حاجة مهمة، ولأنها بدأت تكره رويال فبتكون عاوزة تكشف سر الحفرة، وعاوزة كمان حد يساعدها ويقف معاها ضده. فبتاخده للحفرة فعلا وبتقول له كل حاجة تعرفها عنها. وبعد اللي بيلي عرفه بيرجع للبيت تاني، وبيدخل يتكلم مع أبوه وبيقول له إنه كان عنده حق في كل حاجة بيعملها، وبياخد الصخرة الغريبة اللي في إيده وبيسيبه ويمشي. ولما بترجع أوتم للخيمة بتاعتها بتلاقي رويال ولع في كل حاجة، فبتتعصب وبتسيب المزرعة، وبتكلم شخص غريب في التليفون لسه ما نعرفش هو مين وبتزعق له، وبتقول له إن ما بقاش عندها مكان تقعد فيه، وإن الحاجة الوحيدة اللي المفروض يعملها هي إنه يفضل يبعت لها فلوس. وبعد ما بتخلص المكالمة بتروح تقابل بيري وبتحكي له عن اللي رويال عمله معاها وإنه سابها في الغابة، وهددها كمان إنه هيقتلها وحرق الخيمة بتاعتها، وبتقول له إن في حاجة أبوهم مخبيها عليهم وإن هو اللي قتل تريفور. وبيتصدم بيري لما بتقول له إنها شافت أبوه وهو بيخلص من الجثة، وبتطلب منه يساعدها يروحوا يبلغوا الشرطة علشان يقبضوا عليه. طبعا كل ده وما تعرفش إن بيري أساسا هو اللي قتل تريفور، فبيقول لها بيري ما تبلغش الشرطة، وبيوعدها إنه هيتصرف مع أبوه وهيبعده عنها تماما. وبنروح لعيلة أبوت وهم قاعدين يتعشوا، وبيدخل عليهم بيري وباين عليه إن في حاجة حصلت، وبيتصدموا لما بيقول لهم إنه راح لإسم الشرطة واعترف على نفسه، وإنه ساب رسالة لجوي شرح لها فيها كل اللي حصل، وخلى نفسه هو الوحيد اللي ليه علاقة بقتل تريفور. وأول ما ريد بيسمع كلامه بيتعصب جدا، وبيقول له إن اللي هو عمله ده خلاه شريك معاه في الجريمة، لأنهم هيعرفوا في التحقيق إنه كان بيخبي عليه طول الفترة اللي فاتت، وبيضربوا بعض هما الاتنين ورويال بيفصل ما بينهم. وبيتفاجئوا كلهم لما بيري بيقول إنه عمل كده علشان يحمي أبوه، لأن أوتم شافته وهو بيخلص من الجثة وقالت إنها هتبلغ عنه. وكلامه ده بيعصب رويال جدا هو كمان، وبيقول له إنه نبه عليهم أكتر من مرة يفضلوا بعيد عن اللي اسمها أوتم. فبتطير حتة إزاز وهما بيضربوا بعض وبتيجي في وش إيمي وبتسبب لها جرح صغير في دماغها، وبسبب كل اللي سمعته بيحصل لها صدمة وبتطلع تجري برا البيت وشوية، وبتظهر عربيات الشرطة على طريق المزرعة. طبعا بيكونوا جايين علشان يقبضوا على بيري. وفي الاسم جوي بتحقق مع بيري بعد ما اعترف على نفسه، واول حاجة بتسألها له هي اذا كان في حد من عيلته ساعده، لكن بيري علشان يحمي عيلته بيقول لها انه عمل كل حاجة بنفسه. وبيروح رويال ومراته سيسيليا للمحكمة ومعهم محامي العيلة، وبيقدر المحامي يقنع القاضي انه يخرج بيري بكفالة 500,000 دولار. طبعا رويال ما بيكونش معاه كل المبلغ، علشان كده بيضطروا يرهنوا مزرعتهم للحكومة، والموظفة بتنبه عليهم ان بيري لازم يظهر في يوم النطق بالحكم، لانه لو ما ظهرش الحكومة هياخدوا المزرعة منهم وهيبيعوها في مزاد علني. وبعد ما بيرجعوا للبيت بيري بيتكلم مع ابوه وبيسأله اذا كان يعرف اي حاجة عن اختفاء مراته ريبيكا، وكلامه ده طبعا بيبقى بسبب كلام اوتم عن المزرعة وان ابوه مخبى عليهم حاجة، لكن رويال بيأكد له انه ما يعرفش اي حاجة عنها. وجوي بتروح تبلغ بيلي واخوه لوك ان بيري اعترف، لكن لوك بيكون متضايق جدا لان بيري بس اللي اتقبض عليه، وبيقول لها ان اخوه ريت اكيد متورط معاه في الجريمة ولازم يتحاسب هو كمان، وانهم اكيد فضلوا حابسين تريفور فترة لحد ما مات. وفجأة بيلي بيقول لهم انهم اكيد خبوا الجثة في مكان ما بين العوالم، وده طبعا بيبقى كلام غريب بالنسبة لهم ومش مفهوم. فبيقول لوك لجوي ما تهتمش بكلامه وان موت اخوه اثر على عقله، لكن كلامه بيشد جوي وبتحس انه بيتكلم بجد وعارف حاجة فعلا. ولما بتمشي جوي من عندهم بيلي بيتكلم مع لوك وبيقول له انه عاوز يوريه حاجة مهمة جدا،
وفعلا بياخد اخوه وكمان للجزء الغربي من مزرعة ابوت. فبيتصدم لوك اول ما بيشوف الحفرة وبيعرف ان ابوه مش مجنون فعلا وان ده سبب اهتمامه بحتة الارض. وبنروح لجوي وهي بتحتفل مع عائلتها لانها حلت القضية. وفي المطعم بتقابل فرانك الشخص اللي طلبت دعمه في الانتخابات واللي كان بيكلمها عن حيوانات الماستودون قبل كده، وبيقول لها ان الصيادين لسه بيقولوا انهم بيشوفوا الحيوان ده في الجبل، وبيلمح لها انه هيقف ضدها في الانتخابات لانها ما اهتمتش بكلامه. فبتوعده جوي انها هتعدى عليه علشان تعرف منه معلومات اكتر. وبيلي بيروح يقابل اوتم وبيعرفها ان عيلة ابو ترهنوا المزرعة علشان يخرجوا بيري، وكده في فرصة قدامهم انهم يستولوا عليها بسهولة. وبيعرفها كمان ان ابو كان معاه صخرة غريبة وهو اخدها منه وكسرها، وبعد ما اتكسرت طلع منها مادة لونها اسود وهو اكلها. ساعتها شاف لقطات من المستقبل وهم مع بعض وبيغيروا العالم. فبتقول له اوتم ان اللي واقف في طريقهم دلوقت هو رويال، وانه لازم يساعدها علشان يخلصوا منه. وبنروح لرويال وهو في عربيته وراجع للمزرعة، وفجأة عربيته بتبدأ تدخن وبتعطل على الطريق. وتقريبا دي بتبقى خطة من بيلي واوتم وهم اللي معطلين العربية، لان بيلي بيعدى عليه بعدها على طول وبيعرض عليه انه يوصله. وفجأة وهم بيتكلموا بيقول له بيلي انه عارف كل حاجة عن الحفرة، وبيطلع مسدسه وبيهدد بيه رويال. وبعد شوية بيوصلوا المبنى مهجور علشان بيلي يقتله هناك. فبيفهم رويال من كلامه ان اوتم هي السبب في كل اللي بيحصل، وهي برضو اللي ورته الحفرة وقالت له يقتله. وبيفضل رويال يحذره منها لكن بيلي مش بيسمع له، وفي الاخر بيلي مش بيقدر يقتله لكن بيهدده انه لو وقف في طريقهم تاني هيقتله المرة الجاية. في نفس الوقت بيري بيكون خارج مع بنته امي في المدينة وبيحاول ينساها كل الاحداث اللي بتحصل في المزرعة الفترة الاخيرة. واوتم بتكون في نفس المكان وتقريبا مراقبة بيري، وبتروح تتكلم معاه وبتقوله ان في حاجة مهمة لازم يعرفها عن ابوه، وغالبا كده بيكون قصدها انه مخبى عليهم موضوع الحفرة. وبنروح لبيت عيلة تيلرسون وبنشوف لوك مع ابوه في الاوضة، وبعد اللي عرفه بيكون عاوز يسيطر على المزرعة كلها. فبيمسك المخدة وفجأة بيحاول يخنق ابوه، لكن بيلي بيوصل في اخر لحظة وبيقدر يوقفه قبل ما يقتله. وجوي بتروح لبيت فرانك زي ما وعدته وبتفضل تنادي عليه لكنها مش بتلاقيه، فبتتمشى تدور عليه حوالين البيت. وفجأة وهي بتتمشى بتلاقي خط اسود غريب على الارض، تقريبا كده من نفس المادة اللي جوه الحفرة السوداء. لكن جوي ما بتبقاش عارفة هو ايه ولا عندها فكرة عنه، فبتقرر انها تمشي وراه جوه الغابة لانها بتحس انه هيوصلها لحاجة مهمة هتفهمها كل اللي بيحصل في مدينتهم. وبنروح لرويال بعد ما سابوا بيلي وهو راجع لمزرعته، لكن قبل ما بيدخل للبيت بيري بيقابله ويوقفه وبيقول له يمشي معاه وانه عاوزه في حاجة مهمة. فبياخدوا وبيروحوا مع بعض للجزء الغربي عند الحفرة. ساعتها رويال بيعرف ان اوتم هي اللي قالت له، وبيسألوا بيري هو مخبي موضوع الحفرة ده بقاله قد ايه عنهم. فبيقول له رويال انه مخبى عليهم بسبب اللي حصل معاه وهو صغير، وبيفتكر رويال حياته وهو صغير لاول مره مع ابوه في الغابه، وبيقول له انهم كانوا خارجين يصطادوا مع بعض، وبالغلط رويال بدل ما يصطاد الغزاله ضرب ابوه بالنار وموته، وبيقول له انه ما قدرش يواجه امه واخته بالحقيقه. في اللحظه دي كان عاوز يهرب لاي مكان او حتى يختفي من العالم، ففضل يجري لحد ما لقى نفسه قدام حفره سودا غريبه، وعلى طول من غير ما يفكر قرر يرمي نفسه جواها، مع انه ما يعرفش اذا كانت خطر عليه وممكن تاذيه ولا لا. بس هو كل اللي كان عاوزه وقتها هو انه يختفي باي طريقه. وبيتصدم بيري لما بيعرف ان الكلام ده حصل سنه 1886، ولما خرج رويال من الحفره خرج في المستقبل بالتحديد سنه 1968، يعني بعد 82 سنه من الزمن اللي كان عايش فيه. وقتها بنشوف رويال وهو خارج من الحفره وفي طفل واقف قدامه، وبنفهم بقى ان الطفل التاني ده هو وين، وده السبب اللي كان مخليه مهتم بالجزء الغربي طول حياته، لانه كان دايما عارف ان رويال مخبى عليهم سر خطير. وبيقول لي بيري ان عيلة ابو تلاقوه وربوه كأنه ابن ليهم، ومن ساعتها وهو ما قالش لحد على السر ده نهائي. فبيقول له بيري ان اوتم كانت عارفة كل حاجة، وقالت له كمان ان مراته ريبيكا لسه عايشة، وان الحفرة دي زي ما انقذت ابوه قبل كده تقدر تنقذه هو كمان دلوقت. وفجأة بيري بيودع ابوه وبينط في الحفرة، والصدمة انه بعد ما نط فيها على طول الحفرة بتختفي تماما. وبنشوف اوتم وهي مراقبة كل اللي بيحصل من بعيد، وبنفهم ان هي اللي اقنعت بيري يعمل كده وان دي خطتها من الاول علشان يختفي وما يظهرش يوم محاكمته. ساعتها الحكومة هتعرض الارض في المزاد وبيلي يقدر يشتريها،
وبنرجع لجوي وهي لسه ماشية في الغابة، وأخيرا بتوصل لنهاية المادة السودة دي وبتشوف حاجة غريبة جدا، قطع كامل من حيوان الماستودون المنقرض بيجري قدامها. ساعتها بتعرف ان كلام فرانك والصيادين كان حقيقي فعلا. وبعد اللي حصل مع بيري، رويال بيقرر انه لازم يخلص على اوتم لانها سبب كل المشاكل اللي بتحصل لعيلته. في نفس الوقت اوتم بتكون عارفة ان ده هيحصل، فبتروح لمحل اسلحة في المدينة وبتجهز نفسها هي كمان. وفي بيت عيلة تيلرسون، لوك وبيلي بيتكلموا مع بعض، ولوك بيقول له ان قيمة الحفرة دي اكبر بكتير مما يتخيله، لكن بيلي بيعرفه ان الحفرة نفسها اختفت وما بقتش موجودة، وبيقول له ان ارض مزرعة عيلة ابوت هي الكنز الحقيقي، وبيقول له كمان انه عارف انه متضايق بسبب وصية ابوهم، وبيوعده انه لو بطل يحاول يقتل ابوهم هيتنزل له عن حقه فيها. وغالبا بيلي عرف كل ده بسبب المادة السودة اللي اكلها واللي ورته اجزاء من المستقبل خلته عارف كل حاجة. واوتن بتتصل على بيلي وبتقول له يقابلها ويستعد علشان يحول لها الفلوس لان المزاد هيبدأ قريب. في نفس الوقت بيوصل رويال للمكان اللي هي عايشة فيه وبيكسر الباب وبيدور عليها في الشقة، لكن اوتن بتكون قدرت تهرب من الشباك قبل ما يوصل لها. واول ما بيخرج رويال من عندها بيشوف بيلي في المكان، فبيفهم انه بيتعاون مع اوتم وعارف كل حاجة عن اللي بيحصل. وبنروح للوك وهو بيحفر في الجزء الغربي من مزرعة عيلة ابوت، وبيكلم امه في التليفون وبيعرفها ان ابوه كان عنده حق، وان ارض مزرعة عيلة ابوت فيها كنز اكبر مما كانوا يتخيلوا. وبنرجع لرويال وهو رايح يكلم ابنه ريت قبل ما يبدأ المسابقة، وبيقوله انه عاوز يعرفه سر خطير يخصه ويخص مزرعتهم، وبيفهمه ان ارض المزرعة بتاعتهم فيها حاجة غريبة اغرب مما هو ممكن يقدر يستوعب، وبيطلب منه يوعده انه هيدور على الحاجة الغريبة اللي في مزرعتهم ويحاول يفهمها ويحميها لانه ممكن ما يشوفوش تاني. فبيصدمه ريت وبيقوله انه ما بقاش مهتم بالمزرعة، وبيعرفه انه قرر يسيبها ويسيب المدينة كلها بعد ما يخلص المسابقة. ومن الصدمة رويال ما بيبقاش عارف يتكلم، حتى مش عارف يوضح له اكتر عن اللي بيحصل في مزرعتهم لان في ناس حواليهم، فبيضطر يسيبه وبيروح يقعد جنب مراته وحفيدته ايمي. وشوية وبيجي اتصال على تليفون ايمي وبتقول لي جدها ان في حد عايزه، فبياخد رويال منها التليفون وبيعرف انها اوتم، وبتقول له انها عارفة انه بيدور عليها وعاوز يقتلها، فبتعرفه مكانها علشان يروح لها ويصفوا الحسابات ما بينهم. وفعلا رويال بيقرر انه يروح لها علشان يخلص عليها ويقفل موضوع الحفرة ده نهائي. وبعد شوية ايمي بتسيب جدتها وبتتمشى في المكان، وبسبب انشغال سيسيليا بمسابقة ابنها ما بتاخدش بالها منها. والمفاجأة ان ايمي بتلاقي امها ريبيكا بتنادي عليها وبتعتذر لها انها اختفت فجأة، بس بتقول لها انه كان غصب عنها وكانت مضطرة ولازم تستخبى، وبتوعدها انها تشرح لها كل حاجة بعدين، لكنها الاول لازم تمشي معاها ويسيبوا المكان حالا. وبعد ما بتلاحظ سيسيليا اختفاء ايمي بتخرج تدور عليها، لكنها بتكون متأخرة شوية لان ريبيكا خلاص خدتها ومشيت. وبنروح لجوي وهي لسه ماشية ورا قطاع الحيوانات اللي شافته، وبتتصدم لما بتشوف حاجة اغرب من قطاع الحيوانات، والمفاجأة انها بتشوف قبائل بدائية من الهنود الحمر وبيكونوا مخيمين في المكان وبيصطادوا كأن ده موطنهم الاصلي. ساعتها بتفهم جوي انها في زمن مختلف عن اللي هي عايشة فيه. وفي مزرعة عيلة ابوت، لوك بيكون لسه بيحفر في الارض، واخيرا بيوصل لمصدر المادة السوداء اللي كانت في الحفرة، فبيفرح جدا وبيتخيل الفلوس اللي هيعملها بسبب اكتشافه، بس للأسف فرحته ما بتكملش، ومرة واحدة الأرض بتتهز من تحته جامد جدا، وفجأة بيخرج من الحفرة اللي هو عملها دي قطع تاني من الحيوانات. وريال بيوصل للمدينة للمكان اللي أوتم قالت له عليه، وبيطلع انها عامله له فخ بالاتفاق مع بيلي لانه بيتفاجئ بضرب النار عليه من كل مكان، بس بيقدر رويال انه يستخبى منهم في عربيته وبيطاردهم بعد كده علشان يخلص منهم هما الاتنين. واخيرا بيقدر بالبندقية بتاعته انه يموت بيلي، فبتتقلب العربية بأوتم على جنب الطريق وبتخرج تسحف منها، وبيروح رويال علشان يخلص عليها، بس قبل ما يضربها بالنار بيحس ان الارض بتتهز تحته وان في زلزال، وبيتصدم لما بيلاقي قطاع كبير جدا من الحيوانات جاي ناحيتهم، فبيلحق نفسه وبيروح يستخبى بسرعة تحت العربية. وبعد ما القطاع بيعدي بيروح يبص على اوتم علشان يتأكد انها ماتت، لكن الغريب انها بشكل ما لسه عايشة بعد كل اللي حصل. ولما رويال بيقرب منها شوية بيتصدم من اللي بيشوفه، لانه بيلاحظ ان الجرح اللي في دماغ اوتم هو نفسه اللي في دماغ ايمي، وده اللي حصل يوم ما كان بيتخانق مع ابوها وحتة ازاز طارت في وشها. والمفاجأة ان اوتم دي اساسا هي حفيدته ايمي، ومسافرة في الزمن زيه بالظبط بس جاية من المستقبل. وبعد اللي رويال عرفه ده ما بيقدرش طبعا يقتلها، فبياخدها معاه للبيت علشان يعالجها. وبعد ما بيرجع بيها بيروح يتكلم
بيتكلم مع مراته وبيعتذر لها على كل اللي حصل الفترة اللي فاتت، وبيعتذر لها كمان انه خبى اسرار كتير عنها وكان بيتصرف لوحده، وبيقول لها ان السبب الوحيد اللي خلاه يعمل كده هو انه كان بيحاول يحميهم. لكن سيسيليا بتتعصب من كلامه وبتزق الترابيزة عليه وبتقوله ان عيلتهم كلها اتفككت واختفت حتى ايمي. لكن رويال بيصدمها وبيقول لها ان ايمي معاه ما اختفتش. وفي الموسم الجاي هنعرف اكتر عن اللي بيحصل وعن سبب ظهور الحفرة، وليه ريبيكا خايفة وبتستخبى ومن مين، وليه اخدت ايمي معاها هي كمان، وليه برضو اوتم اللي طلعت نفسها ايمي مش فاكرة حاجة من ماضيها لدرجة انها كانت بتحارب جدها وعاوزة تقتله. ودي كانت نهاية الموسم الاول ونهاية فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكو. وعلى حسب كلام الممثل اللي قايم بدور رويال فالموسم التاني بيتصور حاليا، وممكن في اول سنة 23 نعرف حل كل الغاز الموسم الاول. ما تنساش بقى لو الملخص عجبك تسيب لنا كومنت جميل وتدعمنا بلايك للفيديو، وكالعادة كان معاكم شعيب، سلام.